عليكم لويزتي ودي كي دايرين، لاباس عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. الويزات ديالي اليوم ان شاء الله بغيت ندير معكم هذا الفيديو هذا اللي راه بزاف ديال الويزات اللي سولوني على انواع ديال العقيق، يعني العقيق الماركه المزيانه والعقيق اللي ماشي ماركه مزيانه، يعني ان شاء الله باش ما تطيحوش في واحد المشكل كبير ديجا انا طحت فيه. ما نقولكمش لا، راه حتى حنا يعني تبارك الله المعلمات راه كيطيحوا في هذا المشكل ديال العقيق اللي كيبهات، يعني اللي كيمسح مع قدر يتمسح لك يلاه كتكوني كملتي الخدمه ديالك كيتمسح في يديك، وكاين واحد الماركه غير تي كتصبني الصبينه الاولى كيمشي لك داك اللون ديال العقيق. المهم اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم هذا الفيديو وغادي نبسط لكم ان شاء الله الانواع ديال العقيق، الماركه المزيانه بروميان، وكاينه الماركه الثانيه حتى هي زوينه حتى هي دوزيام، وكاينين واحد الماركات الثمن ديالهم رخيص وهو زوين نفس الوقت، وكاينين واحد الماركه لا حول ولا قوه الا بالله هو اللي طحت فيه المشكل انا. وغادي نوريكم واحد لبسه نيشان راه ديجا خدمتها، ما نقول لكمش طلعت فنة، وقبل ما توصل موناتها ولا كل العقيق ولا كحل، انا غنوريها لكم وبغيتكم باش نتوما ما تطيحوش في هذا المشكل هذا، وبقاو معايا ان شاء الله ما تمشيو فين. نتوما الويزات ديالي كما كتشوفوا انا غادي نوريكم الماركه الاولى ديال هذا العقيق هذا اللي سميتو ماتسونو، هي ام جي بي، عقلوا عليها ماتسونو، ها هي ماتسونو ام جي بي، هذه الماركه المزيانه بروميان. هذه البنات غادي نعطيكم الاثمنه حيت كاين اللون ديال الذهبي مع اللون ديال يعني اللون الذهبي والنقري عندهم ثمن واحد، هذا كيخدموا به 60 درهم 1200 درهم كيدير هذا البنات 60 درهم، اما الالوانات الاخرين البنات غالي عليه شي شويه. الناس اللي البنات اللي راه ما كيعرفوش بالنسبه للماركه ماتسينو ام جي بي الذهبي والنقري كيدير البنات 60 درهم، اللوانات اللوانات الثمن ديالهم زايدين على هاد الماركه هاد الكري والذهبي، هادو البنات كيديروا 70 80 درهم 80 درهم باش كناخذوهم مع المول، بحق انا ما كناخذهمش هنايا في بنينصر كناخذوهم في فاس، وكاين يعني حنا بالنسبه هنا بنينصر المحلات بزاف ما كيجيبوش هاد الماركه حيت غالي عليهم، وحتى الناس اللي كيشريو ما كيقدروش على هاد الثمن هذا، كيضطروا كياخذوا ديك العقيق اخرين انا غنوريه لكم. المهم هو كيجيب الجمله والثمن واحد، هو كيخليها لينا ب 70 درهم، هو في الحوانت في الناظور كيديروا 80 درهم، هو معاك يعني الكليانه ديالو داكشي كيخليه لينا ب 70 درهم. هادو عرفتي البنات ماركه مخيره ما كيمتمسحو ما والو، واخا تصبني وتصبني كيبقى نفس اللون، غير هو عنده واحد البريو ديالو زوين يعني كيبين كتبان لكم اللبسه ديالكم ماشي بحال ماركات اخرين، انا غنوريه لكم. هادشي علاش انا قلت لكم غادي نحاول نشارك معكم انواع ديال العقيق، حاجه المزيانه اللي غتحمر لكم الوجه مع الكليانات ديالكم. هاد ماتينو ام جي بي ماركه واعره البنات، وفيهم الالوان كيتسطيو، وفيهم البنات حتى الجعبه الطويله اما كما كنقولوا القادوس راه حتى هو فيه الالوان، هذا كارتين هاد اللون هذا كارتين، هذا حتى هو البنات كيدير 80 درهم باش لي كناخذو انا. هادو هما الانواع اللي قلت لكم ماتينو ام جي بي، هذا هو الثمن، هذا كيدير 60 درهم يعني الذهبي والنقري الثمن عنده ثمن واحد، الالوان البنات كيديروهم 80 درهم ولكن انا كناخذهم ب 70 درهم، واللي كان ساكن بنينصر يمشي عند زهير معلم زهير هو كيبيعهم. المهم انا غادي نحيدها، غادي نمشيو لعقيق الماركه الاخرى. هاد الماركه البنات تاع اللي كنسميوها جي ار بي، عقلوا جي ار بي، هادي اللي دايره الشرشمه ديالها بحال شكل فراشه، هادو البنات ماركه مزيانه حتى هي زوينه كيدير 20 درهم، انا خدمت بهم صراحه يعني زوينين، يعني غير هو الفرق ما بينه وبين الاخر ما كيكونش فيه واحد البريو بحال البريو الاخر، فهمتوني شنو بغيت نوصل لكم. هادو كيدير 20 درهم البنات، انا خدمت به يعني الحمد لله ما يعني ما خصني لياش زعما الحمد لله. كاينه واحد الماركه هي اللي غنقول لكم كارثه هي اللي خدمت بها، هي هاد جي هاش ا، هذا جي هاش ا خدمته بالذهبي البنات وبالنقري جوج الوان، بصراحه الله كملت اللبسه ساليت اللبسه، انا غنوريها لكم قبل يلا غتمشي عند مولاتها اللبسه، عطيتها لها تصوروا الصديقه ديالي خليتها عندها في بقات عندها في الميكا
مش بداتها رقات العقيق داكي يمسح ومازال ما مشات لعند الخياط لا والو. انا غنوريها لكم وبغيتكم ما طيحوش بنفس المشكل البنات. يعني ماشي كتضربي التمره كتخدمي تقيلي جالسه كتطلعي البياسه وفي الاخر ضربتي كل شيء للزيرو. ومشكله ما كتبغيش تحشمي راسك مع الكليانات، ولكن الحمد لله الكليانه ديالي الحمد لله عرفات يعني كيفاش فهمات وكل شيء ما الحمد لله. من هنا كنشكرها نجات وغنوريكم اللبسه اللي الصدمه اللي وقع ليا من هاد الماركه هذا. كنصحكم البنات بالنسبه للماركه البنات بالنسبه انا غنقول لكم البنات اللي كيتعلموا اللي كيتعلموا يلاه بادين يشريوه ماشي مشكله، ولكن باش تلبسوا اللباسي انا ننصحكم ما تخدموش تفاداو هاد الماركه هاد الشي هاش تفاداوه. خدموا البنات اللي باغيين يتعلموا خدوا هاد الماركه هذه اللي كنوريها لكم بحال فراشه دايره ها هي الجناح بحال اللي دايره الجناح هنايا، والاسم ديالها جي ا ار بي جي ار عفوا جي ار بي ها هي جي ار بي. هاد الماركه خدموا بها البنات تعلموا البنات اللي باغيين يتعلموا يتعلموا بهذا، ولكن في اللباس حتى هو كيجي فيه اللباس ولكن ما تفاداو ليا هاد سي هاش ا تفاداوه. انا نعطيكم نصيحتي واللي بغات تخدم اللبسه مكموله هي هذه البنات ماتشينو واعر ام جي بي ماركه معروفه عالميا، يعني احنا عندنا معروفه في المغرب احسن ماركه هي هذه اللي فيها النجمه هكا الفوق. كاين اللي كيدير ليها البنات 60 درهم كاين اللي يدير لها 65 درهم على حسب المناطق. هادشي اللي غنقول بالنسبه انا غنوريكم اللبسه راه هي انا اللي انا تصدمت انا مصدومه ما كذبش عليكم ما عمر طحت في هذا الموقف حتى طحت في هذا. هانتو انا غنوريكم انا نقرب لكم الكاميرا وغادي تشوفوا الذهبي كيولا كحل ما كتبش عليكم والله العظيم ما رضيتش صراحه نقولها لكم والله ما رضيت يعني ما ترضايش فعلا يعني الوقت دي خدا ليا الوقت ونفس الوقت يعني ما بغيتيش تضيعي الكليانه ديالك، ولكن الحمد لله الكليانه راه ديجا كتخدم عندي ماشي اول مره الحمد لله ما عمر طاح لينا في هذا المشكل. هذاك الشيء علاش انا كنقول لكم الحمد لله راها يعني فهمت شنو وقع وما الحمد لله ما تقلقات ما والو وخدمنا حاجه اخرى يعني عوضناها بحاجه اخرى. انا غادي نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا اللون باش ما تطيحوش نفس الوقت. انتم كتشوفوا اصلا ما كيبان لكمش الذهبي انتم البن الويزات كما كتشوفوا ها هو هذا راه ما كيبان لكمش الذهبي. شوفوا كيبان لكم انا كيبان ليا هنا كحل يعني بهات بهات البنات اللبسه كامله بهاتت يعني هاد السواق كامل هاد الخدمه اللي خدمتها كامله مشات ليا كلها في الزيرو. وحاجه وحده اللي كنقول الحمد لله قبل ما تخيطات مهم غادي نعاودوها غادي تحيد غير هادو شتي ما بقاش ذهبي. انا غنعطيكم تشوفوا الفرق ما بين الذهبي شوفوا هنا مع هذا هذا كي كيدا الذهبي شوفوا الفرق بين الذهبي مع هذا زعما بصراحه لا اله محمد رسول الله والله يدير لينا التوفيق الخير وصافي. المهم هذا هو المشكله البنات ما تطيحوش نفس المشكل اللي طحت من انا حاولوا تفاداو هاد هاد الماركه هذه هاد الماركه هذه حاولوا تفاداوها لا هذه جي عفوا البنات سي هاش ا سي هاش ا. المهم انا تصور غادي نصور لكم هاد العقيق نخليهم لكم عندي في الانستغرام ديالي غتلقاوها في صندوق الوصف باش تشوفوا مزيان. غنصور لكم كاع العقيق الماركات ونخليهم لكم صافي البنات. المهم البنات شكرا لكم ودرت بغيت نشارك معكم هاد الفيديو هذا باش ما تطيحوش من الموقف اللي طحت فيه انا وصراحه خايبه بحال هكا انسان كيخدم وكيضيع وقته وفي الاخر مولاتها فرحات مي شافتها عجبها الحال ولكن فرحه مسكينه ما كملت ليهاش، ولكن الحمد لله غادي تعوض ان شاء الله بالخير. يلا غنخليكم مع فيديو اخر ان شاء الله. دائما ام ايمن كتموت عليكم يلا تهلاو فراسكم.